بسم الله الرحمن الرحيم. سفر المعلمين المصريين للخارج، بالأخص السعودية. هنبدأ في عندنا عدة محاور هنتكلم فيها في الفيديو دوت. المحور الأول أسباب سفر المعلمين المصريين. المحور الثاني أفضل البلدان العربية التي قد نرغب في السفر إليها مقارنة بالمعيشة في مصر والسعودية. الحد الأدنى للقبول بوظيفة معلم في السعودية. المحور الخامس تصنيف المدارس من وجهة نظري. كيفية البحث عن وظيفة خارج مصر والتقديم ليها. كيفية التأكد من مصداقية أي مدرسة أو أي عقد، أو حتى التأكد من مصداقية شركات التوظيف أو شركات العمل الخارج. نصائح حول إجراء المقابلات. هنتكلم نبدأ على المحور الأول، أسباب سفر المعلمين المصريين. كل واحد في المعلمين ليه هدف من السفر للخارج. بعضنا بيسافر عشان حياة كريمة تحفظ المعلم كرامته، بعيد عن موضوع الدروس الخصوصية وبعيد عن التسول لقمة العيش من جيوب الطلبة، ودي حاجة مهينة جدا للمعلم إن المعلم ياخد أجره من الطالب، لأن الدولة ما بتوفرش ليه راتب محترم يكفل ليه حياة كريمة زي بقية الدول العربية أو زي بقية الدول اللي في العالم أجمع. بيحط المعلم في مكانة أفضل بكتير من مهن كتير، لكن للأسف عندنا بيضطروا المعلم ان هو يعيش على الدروس الخصوصية او وظيفة ممكن تكون بعيدة عن المجال بتاعه عشان مجرد يوفر لنفسه لقمة العيش ليه ولأسرته. طبعا ده بيخلي كتير من المعلمين الأكفاء ان هم يسافروا خارج مصر. ده مش معنى برضو ان المعلمين داخل مصر مش أكفاء، لا، المعلمين داخل المعلم المصري كفء جدا سواء خارج او داخل مصر، لكن انا بتكلم هنا عن الوضع الإنساني أو المادي للمعلم داخل مصر، وللأسف وضع سيء. عشان كده كتير من المعلمين بيحاول يشتغل بره مصر عشان يلاقي حياة كريمة، وبعضنا بيسافر عشان البيروقراطية والمحسوبية اللي ممكن تخليه من انتقال من مدينة لأخرى حاجة مستحيلة. يعني ممكن يكون عشان ينقل من محافظة لمحافظة أو من مدينة لمدينة يكون شيء مستحيل وتحتاج واسطة ومحسوبية، حتى وإن كان يستحق الانتقال لسبب مرضي أو أي سبب آخر، بس مفيش عندك تفاعل بين القيادات والمعلمين. عشان كده تلاقي فيه لازم تلاقي الواسطة والمحسوبية. بعضنا بيسافر ترقيات، لازم تلاقي يترقى يبقى لازم يبقى بالأقدمية. طب ليه ما يبقاش عن طريق الكفاءة؟ الكلام ده كله يخلي المعلمين يسافروا برا مصر. وبعضنا بيسافر عشان قضاء المناسك والحج والعمرة، لكن أيا كان السبب اللي هنسافر عشانه ما نرخصش نفسينا كمعلمين مصريين، لأن الرواتب فعلا في خارج مصر أو بالأخص في السعودية للجنسيات الأخرى بتكون أكتر من راتب المعلم المصري. للأسف المعلمين بيرضوا بأي حاجة، وده غلط، لأنه هناك هيتفاجأ بواقع غير الواقع اللي بيحلم بيه، أو بيسمع كلام كتير من فلان ده أنا بعمل كذا في السنة وده بعمل كذا في السنة. أنت هتتفاجأ بواقع تاني. عشان كده بنحاول في الفيديو دوت إن احنا نديكم بعض المعلومات اللي انا مريت بيها، بالاضافه الى بعض المعلومات اللي قدرت اجمعها من زمايلي المعلمين اللي في الخارج. اول حاجه هنتكلم عن افضل البلدان العربيه اللي ممكن الواحد يسافر ليها كمعلم. اول حاجه طبعا على راس القائمه دوله قطر. راتب المعلم فيها يعني حوالي 12000 ريال او اكتر من 12000 ريال للتعاقد الحكومي، ودي التعاقد بيتم عن طريق موقع المجلس الاعلى للتعليم في قطر، ده موجود متوفر على الانترنت. الكويت راتب المعلم 580 دينار كويتي للتعاقد الحكومي. طبعا ما بتكلمش على التعاقد الخاص، انا بتكلم هنا على التعاقد الحكومي وده افضل شيء. بس للاسف انا كتجربه شخصيه مريت بيها، مجرد ان انا بسال الهيئه اللي كانت تشرف على المقابلات اتصلت بيا او لا، لقيت تعامل فج فاستغربت. فاذا كان ده تعامل الاخوه الكويتة معانا واحنا هنا في مصر، فما بالنا ان احنا هيكون التعامل ازاي معانا خارج مصر او في دولة الكويت. وده انا بقى دي تجربة شخصية، والله اعلم ممكن يبقى الناس اللي اتعاملت مع دولة الكويت رأيهم ايه، هل هو متفق مع رأيي او مختلف. لكن انا عن نفسي كنصيحة ما برشحش دولة الكويت ان الواحد يسافر ليها. معك سلطنة عمان، راتب المعلم فيها 425 ريال عماني للتعاقد الحكومي. وعلى حسب ما بعض الروايات الإخوة المعلمين في سلطنة عمان، التعامل هناك محترم جدا جدا للمعلم المصري، بيقدروا المعلم المصري جدا، والراتب برضو مقارنة بالعملة المصرية راتب جيد. بعد كده السعودية، السعودية للأسف مفيش تعاقدات حكومية على حد علمي،
ولكن هي أكبر سوق جاذب للأعمال المصريين للمدارس هناك، المدارس الأهلية أو زي ما بنقول في مصر المدارس الخاصة تطلب كميات كبيرة من المعلمين المصريين، لكن الرواتب بتاعتها على فكرة مش زي ما بنسمع إن بعض الرواتب ضعيفة جدا، لكن في رواتب عالية ورواتب كويسة ومحترمة بتقدر قيمة المعلم المصري. بعض المدارس وهنذكرها بعد كده. أول حاجة هنقارن بين المعيشة في مصر والسعودية عشان تبقى المقارنة منطقية. احنا هنقول هنا إيجار شقة غرفتين وصالة في مصر بتتراوح الغرفتين وصالة ما بين 500 ل 800 جنيه على حسب المحافظة وعلى حسب المدينة. في السعودية عندك في جدة والدمام والرياض ومكة كذلك من 1100 ل 1500 ريال في الشهر. طبعا في مناطق أرخص من كده زي أبها وخميس مشيط ممكن تتراوح ما بين 800 لغاية 1000، ده الإيجار في الشهر. كيلو اللحمة 70 جنيه في مصر، 40 ريال في السعودية. كيلو دجاج صافي 30 جنيه في مصر، 14 ريال في السعودية. كيلو الجبنة 25 ل 35 جنيه. الكيلو الجبنة البيضاء من 17 لغاية 25 ريال. كيلو الحلاوة الطحينية 20 جنيه في مصر، 15 ريال في السعودية. كيلو الرز متساوي 5 جنيه في مصر، 5 ريال في السعودية. هنلاحظ الأسعار في السعودية أقل بنسبة 75% عن مصر لو تم توحيد العملة. طبعا احنا هنروح السعودية مش هنتعامل بالجنيه، لا هنتعامل بالريال، فمتخضش أو متتوهمش بأي راتب أو أي مبلغ يديهولك يقولك هنديك كاتب كذا فتروح تحسبه بالمصري، لا انت هتروح هناك تصرف بالريال مش بالجنيه. واحنا هنا انا هنحاول نطلع على بعض الاسعار التانية من العروض بتاعة باندا زي كارفور او اي الموجود توفر. انا جبت عروض بين داوود. هنبدأ اول حاجة نشوف اسعار، مثلا هنبدأ نشوف اسعار دي اخر العروض اللي شفتها. هنا هنلاحظ الزيت عندنا 2 في 100 يعني عبوتين 1.8 لتر زائد 750 يعني حوالي 3 لتر أو 4 لتر زيت بكام؟ ب 24 25 ريال، يعني بحوالي اللتر حوالي 6 ريال. لو قلنا دول 4 لتر ودول 24 يبقى حوالي اللتر ب 6 ريال، في حين في مصر هنا اللتر الواحد عندنا ب 10 جنيه. طيب هنا البصل هنا بريال 75 يعني حوالي 2 ريال هنقول. طبعا في مصر نفس السعر 2 جنيه تقريبا الكيلو، يعني غالبا الخضار هيبقى نفس السعر مفيش فروقات بسيطة. هناخد أسعار الفاكهة. الفاكهة في السعودية التفاح ب 5 ريال، هي حاليا في مصر برضو ب 5 جنيه حاليا لأن موسمه، لكن خارج موسمه بيبقى ب 10 جنيه. ففي السعودية هنلاقي التفاح أرخص. العنب ب 7 ريال، في مصر ب 5 جنيه أرخص في مصر. عندنا الخيار هنا ب 3.5 ريال، في مصر ب 4 جنيه أو 3 جنيه يبقى نفس السعر. اللحوم عندنا كتف الغنم عندنا ب 40 ريال، طبعا في مصر الأسعار هنا 70 جنيه و80 جنيه، يعني هنا 50% في أسعار اللحوم تقريبا أرخص. هنا اللحم البتلو بالعظم ب 30 في مصر ب 55 برضو أرخص في السعودية. الكفتة أو اللحم المفروم ب 26.5 27 ريال هنقول. طبعا نفس السعر اللي هو المجمد عندنا في مصر ب 34 ريال 34 جنيه. الدجاج هنا الكيلو ب 14 ريال زي ما قلنا قبل كده. الكيلو عندنا في مصر بيعدي دلوقتي 30 جنيه او 32 34 حاجة زي كده، اللي هو الصافي حوالي 32 جنيه، في حين في السعودية 14 ريال. يبقى في اللحوم والدواجن السعودية أرخص من مصر. لو عملنا وقلنا توحيد العملة ما نحاولش نغير العملة واحنا بنحسب الأسعار بتاعتنا، لأن احنا هنعيش هناك بالريال مش هنعيش بالجنيه. طبعا انتوا تقدروا زي ما انتوا شايفين تطلعوا على كل العروض اللي انتوا عايزينها، حتى لو عايزين أجهزة كهربائية هتشوفوا العروض والأسعار موجودة عندكم. كذلك الحال لو جبنا فتحنا عروض باندا هنلاقي برضو هنا زي كيلو الحلاوة الطحينية هنا ب 11 ريال، جبنة هنا ب 12 ريال. فهنلاقي الأسعار دي يعني أنا ألاقي لو جينا حسبنا هتلاقي في بعض الأسعار توصل أرخص من مصر ب 50% وبعضها 60%، لكن هنلاقي في حاجات أغلى في السعودية طبعا زي الدواء. نرجع للعرض بتاعنا، فقلت أنا في العموم متوسط الأسعار في السعودية أقل بنسبة 75% أو 80% عن مصر،
لو تم توحيد العملة، بمعنى ان انت لو بتصرف 2000 جنيه في الشهر انت واسرتك في مصر، هتصرف هناك 1500 ريال، 1600 ريال على حسب الايه المنتجات، بس يعني هتلاقي معاد المصاريف اقل في السعودية لو تم توحيد العملة زي ما بنقول بنكرر كذا مرة. الحد الأدنى اللي ممكن نقبل ليه بوظيفة معلم في السعودية، أنا هحط بعض الأسعار الافتراضية، هقول هحسب إن أنا أسرة صغيرة، أب وأم وطفلين، أنا هعيش زي ما أنا هعيش، هاخد أسرتي معايا، يبقى أب وأم وطفلين صغار. أول حاجة إيجار شقة غرفتين وصالة في الشهر 1200 ريال، ده لو هعيش في مكة أو جدة أو الدمام 1200 ريال، لكن لو هعيش في أبها أو خميس مشيط هيكون حوالي 900 ريال، يعني في فرق 300 ريال. طيب ما أكل ومشرب، إلا أكل وشرب حوالي 1500 ريال، ممكن أقل ممكن زيادة. الملبس طبعا هي الحاجة افتراضية جدا 100 ريال، طبعا ده لو أنا مش هشتري هدوم جايب هدومي كلها معايا من مصر، طبعا ده أقل حاجة، ده حد أدنى خالص 100 ريال، ممكن يبقى أكتر من كده. المواصلات بدون الحج والعمرة هنقول 200 ريال، ده لو أنا شقتي هتبقى قدام المدرسة مباشرة، مش هضطر أروح أركب مواصلات كل يوم، لأن المواصلات تختلف، ممكن في مكة بعض طبعا معظم أيام السنة ما عدا الحج والعمرة بتبقى بخمسة ريال، لكن في أي وقت تاني بتبقى بعشرة ريال. في جدة أقل مشوار بعشرة ريال، ممكن يزيد عن كده، يعني هتروح رايح راجع للمدرسة 20 ريال، لكن هنقول لو انت مدرستك قدام الشقة بتاعتك قدام المدرسة يبقى 200 ريال، لو هتروح مثلا تعمل مشاوير فسح أي حاجة بسيطة دي 200 ريال في الشهر، طبعا ده بدون إن انت هتعمل لا حج ولا عمرة. علاج في حالة تأمين صحي للأسرة، انت لو رحت أي مستشفى أو وحدة صحية بتدفع بحد أقصى 100 ريال وبتاخد العلاج بتاعك، طبعا ممكن يبقى اقل من كده بس انا بتكلم بحد اقصى، لو انت هتحتاج مثلا حاجه كبيره شويه هتدفع 100 ريال بالتحاليل بالعلاج بكل شيء، بتدفع 100 ريال وبتاخد علاجك فلو قلنا ان انت يعني لو في الشهر حوالي 200 ريال يبقى كويس قوي، ده في حاله التامين الصحي للاسره. طبعا لو بدون تامين صحي طبعا هيبقى المبلغ اكبر من كده. الاتصالات هنقول لو بحد ادنى خالص 100 ريال في الشهر، طبعا انت يعني كم 100 ريال مجرد التواصل بينك وبين اسرتك، ممكن لو قلنا مكالمة واحدة دولي في الشهر او مكالمتين يبقى كويس اوي، ده 100 ريال يا دوب بكفي. التأمين والمعاشات ونقابة وتصريح سفر دي حاجات بتدفعها داخل مصر بما يعادل 2100 ريال سنويا، يعني لو قسمناها على الشهر هيطلع حوالي 200 الا ريال، يعني هنلاحظ المجموع حوالي 3500 ريال بدون مصاريف اجازة وهدايا وتذاكر طيران وبدل الغربة، اللي انت اكيد لما تروح تتغرب مش هتروح عشان تاكل وتشرب، لا انت هتروح عشان تاكل وتشرب وتحوش، اللي ممكن يخليك تجيب مثلا شقة، تشتري عرض، تشتري ايه، تعمل لنفسك مشروع بعد كده لما ترجع، اللي انت لما ترجع هتلاقي الوضع بتاعك اختلف، زي انت كنت طالع كنت بتدي دروس مثلا في مصر، هتطلع هناك السعودية وترجع هتلاقي الموضوع الدروس لسه هتبدأ من أول وجديد، هتبدأ من الصفر. فنقول 3500 ريال دول بس عشان تقدر تعيش وتاكل وتشرب. طبعا في ناس هتروح كعازب مش متجوز، يبقى هنقول الإيجار هيكون أقل من كده بكتير، ممكن المدرسة توفر لك الإيجار يبقى 1200 ريال دول هيتشالوا. طب لو كانت رايح وهتسيب زوجتك هنا يبقى أنت هيبقى إيجارك حوالي 600 أو 500 أو زي أو هيبقى المدرسة على حسب ما توفر لك الإيجار أو لا، فالإيجار هيكون من 400 ل 600، ده هتوفر لك حوالي 600 ريال، ده في حالة عازب أو في حالة إن أنت متزوج لكن سايب زوجتك وأسرتك في مصر. طبعا الأكل والشرب هيقل عندك، أكلك وشربك ممكن لو قلنا هتصرف 3 ريال الصبح، إن أنت مجرد تجيب سندوتشين فينو مع كوباية شاي دول 3 ريال، والعشاء هنقول شبههم زي كده 3 ريال 4 ريال، لو أقل قلنا أقل وجبة هناك بحوالي 10 ريال، يعني أنت عايز لك 20 ريال في اليوم على الأقل، يعني حوالي 600 ريال. طبعا لو أنت هتوحد أكلك ومش تاكل حاجة تانية وأكلك يبقى يعني على القليل، يعني 600 ريال، و600 ريال كده أنت بتنزل من الحد الأدنى دوت، بس اعمل في حسابك إن أنت هيبقى عندك مصاريف أجازة هدايا زي الطيران بدل الغربة. برضو هنرجع ونقول ان 3500 ده حد ادنى ليك عشان تقدر تعيش حياة كريمة وتقدر يطلع لك دخل كويس. طبعا في ناس ممكن تقول لك لو هتبقى اقل من كده بكتير، بس انا بقول لك ده اللي انت تقدر تقبل بيه وتقدر تقول ان هو حد ما
كويس، مش وحش ومش قليل ولا كتير. طبعا انت ممكن الراتب يختلف من مكان لمكان، يعني لو قلنا مثلا هتاخد راتب 3000 ريال في جدة، بالإضافة إلى 9000 أو راتب 3 شهور بدل سكن يبقى 9000، يبقى أنت كده أن قسم التسعة آلاف دي، يعني قسم 9000 على الشهر هيطلع عندك حوالي 800 ريال. يبقى أنت هتضطر تدفع من 3000 ريال اللي تاخدهم حوالي 200 أو 300 ريال عشان تأجر شقة كويسة ليك ولأسرتك، وبعد كده تعيش وتاكل وتشرب ب 1500. يبقى أنت يبقى هتبقى لك 1300. 1300 هتنوعوا ان انت هتصرف حوالي مواصلات علاج، يعني هتلاقي نفسك بتحوش في الاخر اقل من 1000 ريال. ده لو انت طالع على راتب 3000 ريال، فما تسمعش للناس اللي يقول لك عندك راتب اقل من 2500، لان ده راتب ما بيعملش حاجة. وهتلاقي هناك، هتروح هناك هتلاقي في ازمة نفسية اكتر، ان انت هتلاقي جنسيات تانية او ممكن مدرسين مصريين زيك راتبهم اعلى منك بكتير. فحاول تحافظ على كرامتك وما ترخصش نفسك زي ما قلنا قبل كده. تصنيف المدارس من وجهة نظري، طبعا انا هنا دي حاجة شخصية او وجهة نظر ليا، ان صنفت المدارس 3 مراحل او 3 انواع او 3 درجات. المدارس من الدرجة الاولى هي المدارس اللي بتهتم بقيمة المعلم، بتهتم ان هو ده كيان او وظيفة محترمة، نديها راتب محترم، نوفر لها مناخ كويس. طبعا المدارس ديت هي اللي بتخليش المدرس فريسه لشركات توظيف العمالة اللي معلش ما فيش عليها اي رقابه، اللي هي بتتقاضى اكبر واللي كلها غالبا بتتقاضى مبالغ اكبر من المقرر ليها، اللي هي 2% من الراتب السنوي. طبعا في ما في مكاتب بتطلب 6000 و7000 جنيه واللي بتطلب راتب شهر، طبعا ده كله مخالف للقانون، والقانون بتاعهم 2% من الراتب السنوي، و ده المفروض ان هي كمان حتى العمولة دي تبقى على المدرسة مش عليك. طبعا المدارس اللي انا ذاكرها مدرسة الجامعة واجيال ومؤسسة اجيالنا التعليمية وهي ليها 7 مدارس، دول بيقول لك احنا بنوفر لك العمولة دي، انت المكتب احنا اللي هندفعها مش انت، وده هو المفروض القانوني حسب قانون العمل ان هم اللي يدفعوها، مش المدرس المصري هو اللي يدفع لمكتب العمالة. الحاجة التانية هو بيوفر لك تذكرة طيران وانت رايح، ودي معظم المدارس ما بتوفرهاش. مش كده، انا تقديرا ليهم، وانا ما اعرف اي حد في اداره الجامعه او مؤسسه اجيالنا، لكن تقديرا لاحترامهم للمعلم المصري فانا ذكرتهم في الفيديو بتاعي. بس هنتكلم على المدارس ديت، بتهتم طبعا بخبره المعلم وقوه مادته العلميه وقدره على استخدام التكنولوجيا، وده التوجه الغالب في السعوديه ان هو بيحب المعلمين اللي ليهم قدره على استخدام التكنولوجيا، الكمبيوتر، السبوره الذكيه. ما بيهتموش بالورق، بيهتموا بالفعلي، يعني بمعنى زي الدول الخارج كده، انت ممكن تروح تكتب يبقى معاك شهادات كتير جدا وتقديرات وحاجات كتير جدا، لكن هم بيهتموا بمين هيأدي الشغل بتاعه كويس. بمعنى ان انت ممكن يبقى بس اشترك بعض اشتراطات زي جيد، طب انا مثلا ممكن تقديري ما يبقاش جيد، لكن انا كفء جدا في الماده العلميه بتاعتي، انا استخدام التكنولوجيا، بالتالي يقول لك لا انت تقديرك جيد ما تتقبلش معانا، ما تيجيش تقدم معانا. طب انا ممكن يبقى كفء في حاجات تانية كتير، كفء في اداء الوظيفه اكتر من واحد تاني تقديره امتياز. هنا المدارس ديت او المؤسسات ديت التعليميه تهتم فعلا بالجانب العلمي لحسن صورتها قدام الطلبه واولياء الامور اللي في المدرسة بتاعتهم، وبالتالي ما بيشترطوش ان يكون معلم حصل على كتير من الشهادات، لكن بقدر ما يكون عنده المهارات اللازمة والمادة العلمية القوية وقدرة على استخدام التكنولوجيا واسلوب الطلبة كويس. ده المدارس دي بتهتم بالموضوع ده. بعد كده تاني درجة من المدارس درجة تانية من المدارس، المدارس تتسق رواتبها بتوافق الواقع، يعني يديك راتب تقدر تعيش وتاكل وتشرب بيه كويس، بيوفر لك الحد الأدنى من الحياة الكريمة ليك ولأسرتك، وزي ما قلنا يعني في حدود 3500 ريال مثلا زي ما احنا قلنا قبل كده. كده ما بتدفعش عمولة المكتب، بالتالي بتخليك فريسة للمكاتب السفريات للخارج ان هم يحطوا المكتب يحط المبلغ اللي على مزاجه عشان تقدر تسافر وتاخد تأشيرة تسافر بيها للسعودية، وبيوفر لك كاش تذكرة طيران للذهاب للسعودية. بالتالي المدرسة بتقول لك برسالة كده تقول لك أنت اللي عايزنا مش إحنا اللي عايزينك. طبعا ده شيء سلبي وعشان كده حطيته في الدرجة التانية.
وما بيوفرلكش حياة شبه كريمة، وغالبا بيكون عدد الرواتب بتاعهم أقل من 12 شهر كمان، يعني ممكن يبقى 11 ونص 11 راتب في السنة. لكنها المدارس دي بتكون صادقة في عقودها، وبتعامل المدارس مع شركات عمالة، الحق عمالة ليها مصداقيتها. وهنتعرف بعد كده على إزاي نتعرف على مصداقية مكتب العمالة والمدرسة. تالت درجة من المدارس، المدارس ديت أنا ما بنصحش السفر ليها، لأنها بتتاجر بمعلم، تبخس قيمته، يعني بتديك رواتب زهيدة جدا. يعني مثلا يقول لك يعني راتب 1800 ريال، طب 1800 ريال ده يعمل إيه في السعودية؟ أو يعمل لي أنا إيه؟ ولا أجيب غربتي إزاي؟ هي بتتعامل مع المدارس دي، بتتعامل مع المدرس المعلم بس كرقم، بتتاجر فيه، وغالبا بيبقى تعاملها سيء جدا مع المعلمين المصريين، وعارف هو خلاص اتعود ان هو يجيب معلم مصري رخيص هيستغنى عنه، هيجيب مدرس تاني وهكذا. هو بالنسبه له الموضوع تجاري، مش موضوع علمي، ولا موضوع ان هو بيهتم بمادتك العلميه، ولا بيهتم بحاجه، هو المهم عنده معلم رخيص سهل وخلاص. وحتى ممكن تلاقي تعامل سيء جدا، ما فيش التزام في الرواتب، ممكن يكون متفق معاك على تذاكر الطيران ما يديكش تذاكر طيران، ممكن يكون متفق معاك على التأمين ما يديكش تأمين، ممكن يكون متفق معاك ان هو التأشيرة عليه ويقول لك لا ادفع التأشيرة، ممكن يبقى يتفق معاك التأشيرة عليه، لكن تتفاجئ ان التأشيرة عليك ويبدأ يخسر الراتب. هتلاقي طالما الراتب رخيص هتلاقي كل حاجة سيئة، وغالبا ممكن تلاقي ممكن يعمل لك ده كلام سمعت من بعض المعلمين، ان هو ممكن يعمل لك يتفق معاك سنة، وقبل ما تنتهي السنة مثلا بعد الامتحان يروح يقول لك انت تخرج نهائي. ليه؟ عشان يوفر على نفسه بدلات اللي هي الصيف، ان هو يديك بدل اجازة، يديك بدل تذكرة طيران ماشي، وفي الغالب زي ما قلنا رواتبها تكون اقل من او يساوي 2500 ريال ده الاساسي بدون بدل سكن، او 3000 ريال بالبدل السكن، فبالتالي ده لا يتوافق مع الواقع الفعلي في السعودية. هنيجي للمحور السادس، كيفية البحث عن وظيفة خارج مصر والتقديم ليها. الخطوة الأولى لازم يكون بنجهز إيميل جيد أو بريد إلكتروني جيد. طبعا دي الحاجات اللي أنا حطيتها وهنشوف دلوقتي نموذج ليها. أول حاجة هنحط إيميل، في الايميل عنوان يحدد الوظيفة اللي احنا متقدمين ليها. يعني انا مثلا هقدم، عايز اقدم وظيفة مدرس رياضيات عربي، او هقدم وظيفة تيتشر ماس، او هقدم وظيفة معلم ساينس، او مدرس علوم، او مدرس. كل وظيفة ليها عنوان محدد عشان الشركة لما نبعت لها تقدر تحط السيرة الذاتية بتاعتنا او الايميل بتاعنا في الفهرس الموجود عندها، بحيث ان هي اي وظيفة محتملة تناسب الوظيفة المتقدم ليها تقدر تتصل بينا وتتواصل معنا. تاني حاجة كتابة بعض البيانات الأساسية، الاسم، الوظيفة، السن، رقم التليفون، بعض الأعمال اللي تميزك عن غيرك، لأن مما سيتقدم للوظيفة اللي هتقدم الوظيفة هيبقوا في كتير زيك، فأنت بتقدم إذا في عندك حاجة مميزة تميزك عن غيرك تقدر تقولها في الإيميل. كتابة سيرة ذاتية منسقة، تنسيق جيد، ما يفضلش استخدام الكثير من خطوط الكمبيوتر، ولا يشترط، مش شرط تكون صورة أو ملف وورد أو حتى بي دي إف، لكن ممكن يعني أي حد أي حاجة من الحاجات ديت، صورة وورد بي دي إف، لكن أنا بفضل إن هي تبقى على هيئة صورة، السيرة الذاتية تكون على هيئة صورة بحيث إن هي تبقى سهلة القراءة وسهلة الفتح في أي جهاز. حاجة تانية مهمة دي بتنبه عليها شركات التوظيف العمالة، إن ما يبقاش مساحة الملف كبيرة ما تزيدش على 12 ميجا، أو إذا مجموعة ملفات برضه ما يكونش مجموعة ملفات أكتر من 12 ميجا، لأن ده بيوقع السيرفر بتاع شركة الحق العمالة، فبدأ التالي بدل ما يهتموا بالسيرة الذاتية ولا الإيميل بتاعك يكنسلوها أو يرفضوها خالص من عندهم. طيب لو أنت عايز تحط صورة، تحط صورة شخصية ليك، تحط بقى صورة رسمية بدلة بقميص، ما تكونش صورة أنت رايح في مصيف أو لابس نظارة شمسية، لا تكون صورة رسمية بحيث تبقى يتعرف عليك كويس. الايميل والسيرة الذاتية ما يبقاش فيه اخطاء املائيه، ما يبقاش الاسم مكتوب غلط، انت على الاقل تبقى على الاقل قادر انت تكتب كتابه لغه عربيه، مش لازم تبقى فصحى بس ما يبقاش فيها اخطاء املائيه على الاقل. تعالوا نشوف مع بعض نموذج ليها. طبعا انا هنا الايميل بتاعي طبعا كاتب فيه طلب وظيفه مدرس رياضيات. طبعا هنا الايميل، السلام عليكم، قرات على حاجتكم معلم رياضيات، الاسم، العنوان، الهاتف، السن، المهنة، الخبرة، مؤهلات بتاعتي، الخبرات.
طبعا الأكاديمية هنا مرفق بعض دروس الرياضيات اللي كنت درستها قبل كده، وعملت لها شروحات نزلتها على الإنترنت بعضها مش كلها، وكتبت في الآخر في انتظار تفاعلكم ردود ردودكم على رسالتي. ده الإيميل. طبعا هحط أتاتش هنا السيرة الذاتية باسم سيرة ذاتية سامح. السيرة الذاتية هنشوف زي ما احنا شايفين خط واضح سهل القراءة، ما فيهوش خطوط كتير جدول. ده السيرة الذاتية، في كتير من أنواع السيرة الذاتية، لو بحثت على جوجل هتطلع أنواع كتير من السيرة الذاتية. كل عليك إن أنت تبدأ تملي البيانات بتاعتها بس، بحيث تبقى السيرة الذاتية منسقة وإلى حد ما تكون بروفيشنال. ده كده هتخلصنا من الإيميل. طبعا بعد كده هنبدأ المرحلة التانية، إزاي نبدأ ندور على وظيفة أو راسل المدارس ديت. الخطوة التانية إزاي نبدأ نبحث على الوظيفة، بحث كيفية البحث عن وظيفة خارج مصر وتقديم ليها. البحث عن الوظيفة أحد بالنسبة لي أفضل محرك بحث، بالنسبة لي أفضل محرك بحث هو موقع شغلانتي، وده لأنه بيجمع الإعلانات الخاصة بكل مهنة وكل دولة على حدة، في خيارات بحث كويسة جدا، وإعلانات وغالبات موثقة أو ليها أساس من الصحة. تاني مرحلة بتجمع الإيميلات شركة معلنة ومراسلات. هنشوف دلوقتي ازاي نبدأ نبحث على الوظيفة. أول حاجة هفتح صفحة جوجل، ودي حاجة سهلة جدا، نكتب شغلانتي وأدوس إنتر. هيظهر لنا شغلانتي أهو، أول واحد هدوس عليه. طبعا تظهر لنا الصفحة بالشكل دوت. هنبدأ نبحث، أنا ببحث بكلمة معلمون، ببدأ أبحث بكلمة معلمون، هيبدأ يطلع لي وظائف المعلمين. هنا الرياض مرتبات تصل ل 7500. طبعا دي الإعلانات هي موجودة، طبعا الإيزال دي موجود إعلان على النت. طبعا بنفتح الإعلانات اللي احنا شايفين مناسبة لينا. هنا معلمون في الإمارات، في السعودية، في الكويت، نشوف الإعلانات اللي احنا محتاجين. طبعا توفير الوقت، نبدأ نبحث في الرياض مثلا، نلاقي إعلانات الهاتف. طبعا هنا هاتف في مصر، هنا هاتف أهو، نشوف الإعلانات ديت الموجودة متاحة. بس أنا بفضل الإعلانات الموثقة اللي بتكون تبع الصحف مثلا، مثل جريدة الأهرام أو حاجة زي كده، دي بتبقى إعلانات إلى حد ما كويس. أروح فاتح كذا إعلان وأشوف، أتجمع الإيميلات قدر الإمكان، في إعلانات تانية موجودة، يعني بيقعد يكرر الإعلان أكتر من مرة. طبعا لما يفتح هنا الصفحة التانية هنشوف كبرى مدارس السعودية بالرياض الدمام، جميع التخصصات، إعلان أهو موجود، فرسان، تاني فرسان الخليج ديت، نبدأ نبعت لها الإيميل على العنوان بتاعها، وهم بيبدأوا بعد كده يتواصلوا معانا. هكذا بنشوف الإعلانات هنا، مطلوب كذا مدرسين، أحياء مدرسين حاسب آلي، تعاون كذا، خبرة كذا، مدارس دولية، بتصل 7500، حافز. ده الإيميل برضو هو موجود، الإيميل بتاعه. نشوف عدة إعلانات ونشوف المناسب لينا، هو مثلا هنا الأهرام أهي. هنبدأ نقرأ الإعلان بتاعنا، ده هو الراجح هاتياهو. بنبدأ نجمع قدر الإمكان أكبر عدد من السيرة الذاتية للإعلانات الموجودة، نبدأ نبعت ليها الإيميل بتاعنا زي ما جهزناه من شوية. كتبنا خلاص، كتبنا سيرة ذاتية كويسة، كتبنا إعلان كويس، بحثنا، جبنا إيميلات، نبدأ نراسلها، نقدر نبعت. أنا عملت الإيميل، أنا بعمل دايما فورورد، خلاص فورورد زي كده، الإيميل اللي أنا عايزه أت كذا دوت كذا، وأروح عامل سنت. طبعا بشيل بس الجزء دوت اللي هو إيه اللي بعمله كل مرة، خلاص هو إيميل واحد ببعته لكل الناس. طبعا حاسس الإيميل بتاعي كويس وكاتب فيه كل شيء وبنصب بطريقة جيدة، خلاص ببعته لكل الناس اللي أنا عايزه. كده خلصنا من موضوع الإيميل وإزاي ندور على الوظيفة وإزاي نبدأ نعرفها. أهم حاجة بعد كده إزاي نبدأ نعرف إذا كانت الشركة اللي إحنا رايحين لها شركة كويسة، شركة وحشة. نبدأ نشوف الشركات والمدارس، الشركات أول مدى مصداقيتها معانا، هل هي شركة كويسة ولا لأ، ممكن تبقى شركة تعبانة وهتلاقي بينها شكاوي كتير. نبدأ نعمل إيه؟ هنعدي على جوجل تاني، هنكتب كده في جوجل فضح شركات الحق العمالة بالخارج. هنعدي على صفحة الفيسبوك بتاعتهم، أو نعدي على الموقع الخاص بيهم مباشرة. هنفتح الموقع بتاع فضح شركات الحق العمالة بالخارج، وديت مجموعة أشخاص عاملينها وجهد كويس جدا ومشكورين عليه، بيبدأ يوفر لنا معلومات عن الشركات ديت، الشركات الممنوعة، الشركات في قائمة بيضاء، عامل كذا حاجة كويسة. شركة القائمة البيضاء ديت ممكن انت عن طريقها تبدأ تبعت الايميل بتاعك، لو انت ما فيش اعلانات موجودة على الوظيفة بتاعتك تبدأ
تدخل على القائمة البيضاء تبدأ تتعرف عليها وتبعت ليها الإيميل بتاعك، بحيث لما يتوفر ليهم عنده وظيفة بالمسمى الوظيفي بتاعك مثلا معلم رياضيات يبدأوا يتصلوا بيك ويسألوك. أو هنا بنبدأ مثلا شفنا إعلان مثلا شركة الرجحي زي ما شفنا من شوية، نبدأ نعمل دوس إنتر، هيبدأ يفتح لنا صفحة شركة الرجحي للسفريات، وجايب لنا العنوان بتاعها 16 شارع مصطفى الديواني جاردن سيتي، الترخيص بتاعها يقول لك ملهاش مصداقية، مفيش شكر أو شكوى منها، خلص ما تدفعش مبلغ بالتأشيرة والعقد الموثق. طبعا في ناس هنا أشخاص زينا بيبقوا كاتبين إيه على الموضوع دوت، فاحنا إيه بنبدأ نعرف خلاص الشركة دي ملهاش مصداقية، بحاول أخلص ما أتعاملش معاها أو أتعامل معاها بس زي ما قال لنا نصيحة ما تدفعش مبلغ قبل التأشيرة والعقد الموثق، أو نبقى حريصين في التعامل مع الشركة دي. ممكن نشوف بقى شركات تانية وغيره، ونبدأ نشوف كل شوية الشركة اللي احنا عايزينها، ونبدأ نشوف هل شركة مثلا شركة المعالي وليكن علي ايجيبت في دار المعالي، لا احنا عايزين مثلا معالي ايجيبت ديت نشوفها اللي هي شارع كورنيشن ايلد جاردن سيتي، في ناس اشتكت منها وفي ناس شكرت فيها، خلص او ما تدفعش مقدمة ما تديش. يبقى المعلومة المؤكدة ان انت لو شركة كويسة ممكن، يعني غالبا هو الشركات كلها عشان تضمن حقها لازم تجبرك ان انت تدفع مقدم، انت حاول ما تدفعش مقدم، لو دفعت يبقى تبقى تضامن الشركة اللي دفع لها شركة موثوق فيها، شركة مش موثوق فيها حاول ما تدفعش اي حاجة الا لما تشوف عقدك وتبدأ الاجراءات بتاعتك، وتكون عاد مرسخ من الغرفة التجارية. اتكلمنا دلوقتي ايه كيف تكون مصداقية شركة الحق عمالة والمدرسة، طبعا تأكد من شركة الحق عمالة قلنا ازاي نتأكد منها، مدى مصداقيتها هل يشك وان الكلام دوت، هتواصل معاك شركات كتير من الحق العمالة بعد ما تبعت الايميلات بتاعتك للإعلانات الموجودة وإعلانات للشركات القائمة البيضاء. أول حاجة هتبدأ تستفسر عن العرض المقدم ليك من المدرسة واسم المدرسة. طيب ليه هنستفاد؟ هنستفاد من اسم المدرسة ده في حاجة تانية بعد كده، يعني العرض المقدم انت ده لو انت مثلا مكان بعيد من الصعيد من المناطق الحدودية تبدأ تعرف من العرض المقدم، لا ده شركة كويسة شركة مش كويسة. احنا قلنا صنفت انا بالنسبة لك كتصنيف المدارس اللي هتبقى من 2500 وانت نازل، دي مدارس ما يفضلش ان انت تروح ليها ولا تروح مقابلتها اساسا عشان يتعلموا ان المعلم المصري مش رخيص وانه ليه كرامة وليه وضعه زيه زي اي جنسية تانية ليها وضعها. فاحنا بنقول نبدأ نسأل على عرض، العرض كويس اه بروح بشوف المقابلة بتاعتنا، اذا المدرسة قالت لك لا ده العرض هيبقى في المقابلة او العرض هيكون المدرسة بتحدده احنا ما نعرفش حاجة، الكلام ده كله كلام غير صحيح، الشركة بتبقى عارفة بالعروض اللي جايبة بيها المدرسة، بتكون عارفة بالعروض اللي جاية بيها المدرسة، فبالتالي انت وفر على نفسك المشوار انك خلاص كده عرفنا ان هو طبعا مش عايز يقول يبقى الراتب ضعيف جدا، فما تروحش ما تتعبش نفسك. تعرف الراتب بدلات طبعا 2500، بتكلم 2500 ده مش بالبدلات، لا ده 2500 بالاساسي بدون بدل السكن بدون تذكرة الطيران والتأشيرة طبعا المفروض تبقى على المدرسة، التأمين الصحي يبقى على المدرسة. طبعا احنا قلنا خلاص طالما مش عايزة تقول الشركة يبقى ده راتب ضئيل، ودي بدل اسم الفئة التالتة ما وفر على نفسك السفر بتاع المقابلة بتاعتك. الخطوة التانية تأكد من المدرسة ومصداقيتها، حاول تعرف مدرس في المدرسة، يفضل يكون مدرس مصري ويفضل لو كان مدرس ساب المدرسة أساسا عشان يديك رأي واقعي فعلي. طب بتكون من الموضوع ده بسرية عن طريق الفيسبوك عن أي طريقة، مثلا لو ليك معارف في السعودية في الرياض حاول تعرف مين مدرس شغال في المدرسة ويبدأ يستفسر لك عن وضع المدرسة. لو لقيت المدرسة العرض المتقدم ليك أو اللي اتقال لك في التليفون من الشركة هو نفس اللي بتقدم هو نفس العرض اللي هيقوله لك المدرس ده، يبقى المدرسة دي ليها مصداقية. ممكن المدرسة تقول لك مثلا 3000، تيجي تسأل المدرس المدرسة أنت بتقبض كام؟ يقول لك لا ده أنا بقبض 2500 2300. طالما في تضارب في الأقوال يبقى الكلام مختلف، ممكن يديك عرض هنا ويجيبها لك هناك على حاجة وضع تاني خالص.
وبعيد عن كل بعد عن العقد اللي انت اتفقت عليه. وللأسف هناك مكتب العمل ما ينصفكاش أو ياخد إجراءات طويلة أو ممكن الكفيل يأذيك بزيادة، فحاول تبعد عن المدارس اللي بيبقى فيها تضارب في الأقوال. النحو الثامن، نصائح حول إجراء المقابلات. أول حاجة لازم يبقى المعلم اللي بيروح مقابلة يكون عنده ثقة كبيرة في نفسه، ويتجنب الجلوس للأمام أثناء المقابلة الشخصية. يعني لازم تبقى جالس كده زي ما أنت شايف، ظهرك لورا، مسنون، مستريح. يعني حاول تبقى ثقتك كبيرة من نفسك، لأن أنت لو قعدت لقدام زي كده بيعتبر إن أنت حاجة إن أنت شخصيتك ضعيفة أو متوتر أو مرتبك. حاول تبقى أنت مش مرتبك وأنت تعمل المقابلة بتاعتك. اتنين، لما تيجي تتكلم مع واحد ما تحاولش تبص فوق، تبص يمين شمال، لا خليك باصص في عين اللي بيتكلم معاك أو باص له، يعني ما عشان يعرف إن أنت مهتم بالمقابلة وما يبقاش حاسس ان انت مرتبك او خايف منه. طيب تالت حاجة، انت لو عايز تروح ببدلة او زي رسمي، ما تحاول تلبس الوان غامقة زي الاسود الكحلي البني غامق، لكن ما تحاولش تلبس الوان فاتحة، ده يفضل الالوان الفاتحة ما تبقاش ظريفة او مش رسمية قوي في المقابلات. رابع حاجة، يكون المعلم جيد في المادة العلمية، يعني تكون مذاكر على الأقل شوية. يعني مثلا لو أنت مثلا مرحلة متوسطة أو مرحلة إعدادية تبقى مذاكر شوية في المنهج اللي بتاع الابتدائي وبقى المنهج الثانوي، ده هيفيدك جدا. إن هو غالبا الامتحان ممكن يبقى مرحلة متوسطة لكن بيبقى شامل كذا مرحلة من المدرسة اللي جاية عايزة أفضل معلم، فبالتالي بتحط أسئلة من خارج المنهج بتاعك، يشوف أنت مادتك العلمية قوية، هل أنت واسع للاطلاع، اطلاعك ضعيف، الكلام ده. ماشي. خامس حاجة، المدارس بتفضل الناس الملمين بالتكنولوجيا ووسائل التعليمية الحديثة، ده الاتجاه السائد في السعودية. يعني هو بيفضل المدرس اللي يقدر يشتغل على الكمبيوتر كويس، يشتغل على التابلت كويس، يقدر يقدم دروس تعليمية مصورة، يقدر يستخدم التكنولوجيا بصورة فعالة وكويسة، ويقدر يستخدمها ويطوعها بالشكل اللي هو عايزه، بحيث ان هو كوسائل تعليمية يستفيد منها. فالملمين بالتكنولوجيا دول بيبقوا الأفضل في بالنسبة للمدارس هناك، وده شيء لاحظته جدا في خلال الفترة اللي فاتت وأنا بقدم لكذا مدرسة. طيب بعد كده لازم يبقى عندك خبرة كويسة في طرق التدريس والاستراتيجيات التعليمية، وخبرة جيدة بالذات في إدارة الفصل، إن أنت بتتعامل مع مدارس خاصة، وإحنا عارفين طبيعة المدارس الخاصة زي عندنا في مصر، يبقى الطالب أوليا عم بيدفع مقابل مجرد ان عشان ابنه يتعلم تعليم كويس، وبالتالي الطالب بيبقى جاي مرفه، عارف ان هو حط مجموعه حاجات في دماغه زي ان هو جاي بيتعلم بالفلوس او كده. فبالتالي لازم يبقى انت عندك خبره جيده في اداره الفصل، وازاي تسيطر على الطلبه اللي عندك، ازاي تقدر تتحكم معاهم، ازاي تقدر تتعامل معاهم، ويبقى عندك خبره تربويه كويسه، او يبقى هدفك تربوي في التعامل معاهم. طب سابع حاجه، ما تتكلمش عن العمل السابق او العمل الحالي اللي انت بتشتغل فيه بسوء، لان ده هيظهر ان انت شخص سلبي، فانت حاول تتجنب الحديث عنه او ما تتكلمش بسوء، او حاول تهرب من السؤال دوت باي طريقه من الطرق. اخر حاجه عندنا في التيمه بتاعتنا، التوفيق وعدم التوفيق في المقابلات هي نصيب ورزق من الله عز وجل، وكل ما قلته هو مجرد العمل بالاسباب. يعني انت ممكن تبقى مدرس كفء جدا جدا جدا، يجي تتسأل سؤال في مقابلة شخصية، السؤال ده انت ما تتوقعوش، فبالتالي ممكن ما تبقاش ذهنك حاضر للإجابة، ما تجاوبش، بالتالي ما تترفض. فده توفيق وعدم التوفيق في المقابلات هي نصيب من الله عز وجل. أهم نحاول نعمل بالأسباب، نحاول نتحرى عن الشركات والمدارس بصورة جيدة، وبعد كده ده نصيب من الله عز وجل. ممكن تبقى ربنا يرزقك مدرسة كويسة، مدرسة بالدرجة التانية مش مشكلة، بس المهم تبقى ايه عامل حسابك ان ده نصيب، وتوفيق وتوفيق، التوفيق وعدم التوفيق هي نصيب من الله عز وجل. نظام المقابلات تختلف كل مدرسة عن غيرها في نظام المقابلة، منهم بيبدأ باختبار تحريري ثم مقابلة شخصية، منهم بيبدأ بمقابلة شخصية، يعني بيبدأ بمقابلة سباق يسألك سؤال عامي، داخل مثلا 14 معلم في مجموعة واحدة على حسب العدد اللي عنده، مثلا 5 6 أيا كان، بيروح بيسألهم سؤال واحد. السؤال ده ممكن مش شرط يبقى في المنهج أو مش شرط يبقى تربوي، ممكن سؤال يبقى عام. لو أنت مثلا عندك مثلا وليكن كمان درس رياضيات عندك متر من
من السلك تقدر تعمل بيه ايه وسيلة تعليمية؟ فده سؤال ممكن يبقاش في داخل المنهج بتاعك او التخصص بتاعك قوي، بس مجرد يشوف انت مقابلتك الشخصية ازاي، هل انت متوتر مرتبك، هل انت بتعرف تتكلم اللهجة او الكلام بتاعك كويس، الكلام ده. بعد كده بيبدأ المقابلة اختبار تحليل، وفي ناس تبدأ بالاختبار التحليل الأول بحيث يعمل تصفية في الأول يشوف مين جايب أعلى درجة في الاختبار التحليلي، وبالتالي يأهله اللي هي المرحلة الأخيرة، وتبقى غالبا واحدة اللي هي يا إما سواء بيديك درس أو يبدأ يسألك أسئلة تربوية أو أسئلة في التخصص بس يستكشف شخصيتك أو هل أنت معلم كفء ولا. طبعا إحنا قلنا في موضوع المدرسة الفئة التالتة بتعمل حيلة وأنت في المقابلة الشخصية، يعني أنا في مقابلة شخصية لأحد المدارس في بداية المقابلة ادونا 60 سؤال رياضيات، فستين سؤال وأسئلة صعبة جدا بدأنا نحل فيها، قعدنا فيها وقت طويل بصراحة في المبدأ. بعد كده لما عديت المقابلة لقيت الامتحان بتاعي متصححش ورماه على جنب، ما يتكلم معايا وكده واتكلم معايا شوية أسئلة تربوية وشوية أسئلة عامة أو كلام عام، مقابلة سباقات عادية. بعد كده لقيتهم في المقابلة بيجوا طلبوني كمان مرة المقابلة، لقيتهم بيدوني امتحان تاني، امتحان قوي شوية بقى. يعني كان هما كانوا 6 أسئلة بس، 6 أسئلة برضو لحد ما يعني صعبين شوية. طب ساعتها استغرب، طب انتوا اديتوني 60 سؤال قبل كده، طب ايه فايدة 60 سؤال وليه 6 أسئلة تانية؟ فهو كان الموضوع السبب في الموضوع دوت ان هو عايز يرمي لك عرض ضعيف، فهو عايز يشكك في نفسك او يشكك قدراتك العلمية، بالتالي انت ممكن ما تجاوبش على الأسئلة دي فتحس ان انت ضعيف، فيقول لك يبدأ يقول لك ده عندي كاتب كذا راتب كذا 2300 مش عارف هنخصم منك بدل التأشيرة، مش عارف كلام كده في استهانة بالمعلم المصري واستهانة بيك انت شخصيا. فانت اللي ممكن تعمله ان انت ترفض العرض دوت، ما تسمحش ان هم يعملوا معاك اللعبة ديت، وهي لعبة انا لاحظتها في كذا مقابلة فعشان كده ايه حبيت انوه ليها، أو يحط لك ألغاز كده بعيد عن المنهج بتاعك، يعني ما أنت بعضها في المقابلة وضيع الوقت ممكن ما تعرفش تجاوب، أنت ممكن مجرد ما تطلع من المقابلة تبدأ في دماغك تحل المسألة بسهولة جدا، بس هي يعني مجرد عشان ضعف في المقابلة وضيع الوقت يبدأ يضغط على إيه أعصابك. طبعا نحاول نبقى حذرين في التعامل مع المدارس الفئة الثالثة. آخر حاجة قبل ما أنهي الفيديو بتاعي، اي معلم من المعلمين اللي شايفين في الفيديو ده اي معلومات خطأ او معلومات حابب يصححها يصححها، واكون سعيد بيها جدا، واتمنى تعملوا شير او لايك او سبسكرايب لو شفتوا الفيديو ده كويس عشان نحاول ننشره بقدر الامكان، ونرجع نقول للمعلم المصري نصيحة ليا وليكم، ما نلخصش نفسينا بره مصر، ولازم نبقى محافظين على كرامتنا، احنا لازم نحافظ على كلمتنا كويس، لان احنا مش اقل من اي جنسية تانية او اي مهنة تانية، احنا المعلم المصري معلم جيد وكفء قادر على العمل.